طبعا الحقيقة انت من الناس الناس الطيبين، ربنا ومريت يخليك. بتجربة صعبة انك انت فقدت زوجتك الله يرحمها. بقى حوالي 5 شهور اهي ورا سيادتك، قعدتوا كام سنة متجوزين؟ حوالي 60 سنة. 60 سنة. حوالي 60 حسيت سنة بإيه بعد رحيلها؟ حسيت بحزن شديد، لأني كنت بحبها وكانت بتحبني، وعمرها ما زعلتني في يوم من الأيام، ولا أنا عمري زعلتها في يوم من الأيام. 60 سنة عايشين مع بعض آخر حلاوة، ولما ماتت حزنت عليها جدا، ولحد دلوقتي وهفضل طول عمري حزين عليك يا بنت نعيمة، طول عمري حزين عليك، وصورك قدام مني كده، صورك قدام مني. الله يرحمك ويحسن إليك، الله يرحمك. الله يرحمك ويرحمنا جميعا. كانت بتحب أعمالك هي الفنية؟ أوي كانت كانت بتحبني. بتحب لك إيه طيب؟ بس كانت صغيرة عليا، كانت صغيرة طب أنت عليا. كنت في البيت سي السيد ولا زوج مطيع؟ لا كنت مطيع والله، وهي كانت مطيعة عليا، وكانت صغيرة عليا أوي. أقول لها لا ده شغل بقى، ده تمثيل، ما فيش غيرة. فاكر اليوم اللي هي توفت فيه؟ طبعا طبعا، مستشفى، وبعتوا قالوا تعالوا خدوا الجثة بتاعتكم. كان يوم صعب جدا عليا وعلى ولادي، زعلنا عليها ولحد النهارده زعلانين عليها وحزن عليها. ربنا ينور لها طريقها، ربنا ينور لك طريقك، ويجعل قبرك كله عطر وزعفران وريحان وفل وياسمين وورد. الله يرحمك، الله يرحمك يا عفاف يا بنت نعيمة، الله يرحمك ويحسن إليك. الله يرحمه.